بيّنت هيئة تنشيط السياحة أن المؤشرات في عدد زوار المملكة من السياحة الأجنبية شهدت تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام، حيث ارتفع عدد زوار البتراء بنسبة 44%، بينما شهد موقع جرش الأثري زيادة في عدد السياح بلغت 73%. وأوضحت الهيئة أن مادبا شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وصل إلى 56%، ومنطقة وادي رم 61%. كما سجلت مواقع المغطس وأم قيس وجبل نبو ارتفاعات مميزة في النسب، حيث ارتفع معدل السياحة إلى المغطس بواقع 38% عن نفس الفترة من العام الماضي بعدد سياح بلغ 74,000 سائح، وأم قيس 59% وجبل نبو 44%، فضلا عن ارتفاع أعداد السياح القادمين بقصد العلاج.